تقديما للشكر والعرفان لحضورهم جلسة استئناف حكم التعليم المفتوح. ومن داخل قاعة سيد درويش بأكاديمية الفنون في الجيزة، بدأ سامح عاشور نقيب المحامين أولى زياراته للنقابات الفرعية بلقاء محامي الجيزة، معربا عن شكره وتقديره لهم شمالا وجنوبا. وكرم النقيب العام في مشهد أسري شيوخ محامي مراكز الجيزة، ملتقطا معهم مجموعة من الصور التذكارية. أنا بشكر معالي النقيب ومعاه قلبا وقالبا لما يقوم به من أعمال جليلة للنقابة العامة، بالإضافة لذلك أنه هو رجع هبة المحامي كمحامي. أولا في ناس كان معاها كرنهات، اللي راكب توك توك، اللي بتاع كشري، اللي كذا كذا كذا، كل ده أنا مشكره أنه هو ألم الموضوع ده كله وحطه على المشتغلين في المحاماة فعلا. الجيزة دائما وأبدا بتعمل يوم الوفاء والتكريم، ولكن هذا العام التكريم علشان يقام تحت رعاية النقيب، نقيب النقباء سامح عاشور رئيس اتحاد المحامين العرب. فزي ما حضرتك شفتي كل شيوخ المحامين اللي زحلتنا تم تكريمهم، وتم تكريم بعض الرعيل الأول الذي انتقلوا إلى العالم الآخر، ودي لمسة وفاء من النقابة العامة ومن نقابة جنوب الجيزة أو 6 أكتوبر. شرفنا بالتكريم مع الرئيس، مع النقيب، وقابلنا مقابلة كويسة وتكرمنا، وراجل محترم جدا ونقيب. يعني صراحة احنا شفنا فيه سمة المحاماة وسمة يكون نقيب للمحامين مصر والعالم كله، لأن النقيب أساسا ده طالما بيدافع عن حق المحامي ودور حق المحامي وجيب حق المحامي، ده يعني ده اللي احنا عايزينه في تنقية الجداول، في كله، في المعاشات، في كل حاجة اتعملت دي كلها كان من صالح المحامي، واحنا كنا مطالبين بالحاجات دي. التكريم اللي قام بيه سعادة النقيب سامح عاشور ده كان لم الشمل وتكريم لكافة المحامين، على أساس أنه هو تحدث الكثير والكثير عن أحوال المحامين ومصلحة المحامين، والنقابة لازم تكون نقابة قوية والنقابة في مصلحة العامة ومصلحة البلد، على أساس أنه نبذ جميع الخلافات ولن يسمح. وهنا بقى الوقفة اللي هي الوقفة والنقيب، لن يسمح بدخول أي أحد غير المشتغلين بالنسبة لجدول المشتغلين، وبالنسبة لتنقية الجداول، وبالنسبة للتعليم المفتوح. معالي النقيب راجل يعني وقف وقفة جميلة جدا، وقفة في صالح كل محامين مصر ورسالة المحاماة من أجل نهوضها ومن أجل تحسين مستوى المعنى. تكريم بصراحة يعني رد جميل لمحامين الجيزة لحبهم لسامح عاشور ولنقابة محامين مصر. بجد سامح أول نقيب في مصر وأول نقيب أشوفه جزار، بيعمل لصالح المحامين قبل ما يصالح نفسه، نقيب رمى نفسه للمحامين قبل ما يهمه نفسه، ما هموش انتخابات، ما هموش أصوات انتخابية، المهم مصلحة المحامين ومصلحة النقابة. عمل اللي محدش يقدر يعمله من أيام سيادة النقيب الخواجة الله يرحمه، ابتدى يعمل حاجة اسمها نقابة محامين، ابتدى نحس إن احنا محامين، ابتدى الناس اللي شغالة بره سواء تاكسي وشغال هنا وشغال هنا ما يبقاش محامي. لا بجد سامح نقيبي وافتخر، ده الرمز اللي انا طلعته وهفضل معتز بيه الى ان اموت، انا يعني كتير من زمايلي. النهارده انا شفت الساده الزملاء المحامين الكبار في السن، القيمه والقامه الحقيقيه اللي احنا اتعلمنا منهم، كانوا متواجدين النهارده، شرفت ان انا التقيت بيهم وشرفنا بوجودهم معانا، وده اقل ما يجب ان يتبع في هذه المناسبات، ان احنا ندعو كبار المحامين وشيوخ المحامين، وكل فتره ان احنا نتقابل معاهم ونتعلم منهم ونستفاد من خبرتهم. فكان النهارده يوم عظيم، ولم يحدث من قبل ان تم تكريم الساده المحامين من اي نقابه فرعيه او من اي مكان آخر إلا بتعليمات معالي النقيب العام والسادة أعضاء المجالس النقابات الفرعية. فشكرا لكل من قام على نجاح هذه الحفلة، وشكرا لمعالي النقيب، ودايما في نجاح من نجاح إلى نجاح، وعاشت نقابة المحامين حرة قوية مستقلة بأبنائها المخلصين.